الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميع وأهلا وسهلا بكم جميعا إخواني على قناتكم كشف الكنوز في هذا الفيديو الجديد اللي نتحدث فيه عن كيف تكشف الكنوز أو الكنز في أرضك. ما هي العلامات؟ ما هي الدلائل؟ إخواني الكرام، سوف نقف مع كل علامة، وهذه كلها حاصلة مع ناس كشفوا بالفعل كنوز حقيقية في أراضيهم الزراعية، ومن الأشياء أيضا علمية ومنها حقيقية واقعية حصلت بالفعل، نستفيد من تجارب الغير حتى نكون نحن عن خطوات تكون صحيحة علمية وعملية هامة جدا. لكن بس يعني أذكر أنه المتابعة يا إخواني تكون الفيديوهات، يعني إذا كان في متابعة اليوم، أنا حينما أعمل بالفيديو وأقدم كل ما لدي وجهدي وكذا، في ألاقي متابعة، ألاقي من يشاهد. أما المشاهدة اليوم 132 ألف، يعني منزل فيديو حوالي 1000 مشاهدة فقط لتاني يوم، يعني حرام يا أخواني. لا أعلم كيف المشتركون يكون مشتركين في القناة مثلا ولا لا يشاهدون، يعني في فيديوهات مثلا بالسنة مرة مثلا. يعني نرجو المتابعة حتى نقدم أشياء تفيد، إن شاء الله تفيدكم. نحن نعمل لإفادتكم يا إخوان، وما حد يقول لي اليوتيوب، ما يوتيوب عم تفيد حالك. لا، أنا اطلع على كم يعني أحقق مثلا أرباح اليوتيوب على الإعلانات إذا بتقصد، وفي ناس بتسمع في التعليقات على هذا الموضوع. يا إخواني الكرام، كلها شغلة 100 دولار و 120 دولار، وعيب نحكي فيها. يعني أكثر من هيك ما بدنا نفوت في الحديث حتى ما نضيع محتوى هذا الفيديو الهام جدا، واللي كتير ناس عم تنتظره، وفي كتير ناس ممكن تستفيد منه، وهذا نحن إن شاء الله اللي هدفنا. إخواني الكرام، نبدأ بالأشجار. عندك أرض زراعية، تمام؟ بين هالأشجار راح تشوف شجرة فيها علامات مختلفة، مثلا راح تشوف رجم قديم مثال، تمام؟ كل الأشجار ما فيها رجوم، ردم حجري قديم، يعني مصفوف صف بشري واضح. راح تشوف علامات يعني تراها إذا كانت شجرة معمرة طبعا، وذكرنا بفيديو أخواني على الأشجار المعمرة. طيب سؤال، قد يكون هذا الكنز موضوع من قبل أن تكون هذه الأرض غير مشجرة، وأتى الشجر فيما بعد. طيب هناك علامات أخي كريم راح تشعر في ارتفاع الشجرة عن الأرض، في ارتفاع ملحوظ، يعني ما له سبب من الأرض، في شيء تحت الشجرة هو الذي سبب، قد يكون معدني، تفاعل المعدن مع التربة فترتفع، وأحيانا يظهر عروق هذه الشجر. حكيت في فيديو وأرجو تراجعوا الفيديوهات عن الأشجار. هذا فيما يخص الأرض الزراعية في الأشجار إخواني الكرام. ما هي العلامات الأخرى اللي فعلا استفادوا؟ هي أحد العلامات اللي في ناس استفادت من هذه النظرة، يعني في شخص انتبه أنه الشجرة تعلو عن الأرض، يعني كل الأشجار في هذه الأرض ما فيها الخصلة إلا هذه الشجرة، تمام؟ وهذه الشجرة العروق، الأغصان التي تكون تحت في نصف متر أصبحت تظهر على سطح الأرض، تمام؟ ركزوا معي إخواننا الكرام حتى يكون شيء إن شاء الله كله واضح لكم وتصل الفكرة إن شاء الله. رح ندخل في العلامات إخواني الكرام اللي حدثت مع ناس في بعض الدول العربية، في غير الدول العربية فعلا ظهرت معهم في الأراضي الزراعية على هذا الشكل وهذه العلامات. نعم إخواني الكرام، نتابع معكم. أحد اللي لاحظوا وجود كنز في أرض زراعية، أرضه الزراعية، يعني أتى ذات مرة، فعب يفلح أرضه الزراعية إخواني الكرام، يفلح بالتراكتور أو بالفدان، يظهر كسرات فخار، يعني فخار قديم، يظهر كسرات فخار غريبة، ومع أنه الأرض زراعية، فبيقوم بيوقف الفلاحة الشخص صاحب الأرض وبيتابع يعني آثار هذه الفخار إلى أين يصل، إلى أين كذا، فتابع الموضوع ومسح هذا المكان وحفر بالفعل وأخرج الكنز. كله برزق من الله سبحانه وتعالى، لكن احنا عم
نتحدث عن علامات مميزة، علامات خليك تنتبه، علامات تشدك أن هنا يا أخي قد يكون في كنز عليك التأكد ورزق على الله سبحانه وتعالى. إذن أصبح عندنا أيضا هذه العلامة هامة، الفخار، مكسرات الفخار، الأطباق اللي تشبه الجرر الفخارية إخواني الكرام، هذه كلها هامة تكون متناثرة مثلا في هذا المكان أو في غيره، فهذه هامة جدا يجب المتابعة والتأكد من المكان. نعم إخواني الكرام، وحينما تتجول أخي كريم في الأرض عليك أن تكون صاحب ملاحظة ودقة وانتباه في هذا الموضوع اللي راح نذكره الآن. إخواني النقطة الأهم اللي راح نذكرها الآن هي نقطة يعني الكشف أو الاستدلال على هذا الكنز عن طريق المياه. كيف عن طريق المياه؟ يعني أحدهم ذات يوم سقى هذه الأرض سقيا، كل هذه الأرض سقاها بالماء، فانتبه أنه هنا يجف مثلا بهذا المكان يجف قبل الأرض، أين تذهب المياه؟ يعني حينما ترتفع المياه مثلا إن كان الأمطار وإن كان أيضا السقيا تختفي هذه المياه في هذا المكان قبل الأرض كلها وتنشف بسرعة، ما هو السبب؟ فبحث عن الأسباب فوجد إخواني الكرام بعدما في هذا المكان تختفي المياه هناك أيضا يظهر تشققات لا تظهر في هذه الأرض. هلا لاحظوا عملنا نحن مثال حي عن هذا الموضوع إخواني الكرام. هلا نحن مثلا هنا وضعنا مياه في هذه المنطقة، تمام، يعني رش خفيف يعني إخواني الكرام، فأصبح عندنا فقط هنا التشقق. هلا في ناس بتقول لك تشققات طبيعية، لا أخي تمام، بالسقيا في الماء بتلاحظ إذا كان في فراغ المياه تختفي بسرعة، وحكيت عن موضوع هذا بفيديو سابق إخواني الكرام، وهذه التشققات دليل أنه في شيء فراغ يعني فاضي. هذا يعني الله في ناس بتقول لك شيء طبيعي كذا، لكن أحيانا كثير أحيان هذا الشيء يحدث إخواني الكرام، انتبهوا له لا تخسروا الشيء. يعني هلا لاحظوا هنا هاي الأرض كلها قطعة واحدة، تمام، هنا وضعنا مياه، ليش ما هنا تشققت؟ طيب هنا لماذا لم تتشقق؟ تمام إخواني الكرام، يعني هنا لماذا لم يحدث التشققات في جميع هذه الأرض إلا هنا في هذا المكان اللي انتبهنا له إخواني الكرام كما تشاهدون. إذن أصبح عندنا أيضا هذه العلامة اللي لازم ينتبه لها صاحب الأرض، يكون مركز وعنده قوة الملاحظة. دائما إخواني البحث والتنقيب ودقة في موضوع المتابعة للوصول لمكان الكنز يحتاج أيضا إلى دقة منك وملاحظة، قوة الملاحظة في هذا الموضوع. نعم إخواني الكرام، بقي عندنا علامة هامة جدا وهي علامة انتبه لها أحد الأشخاص أصحاب صاحب أرض زراعية جاء يعمل، فيوم من الأيام عن طريق الصدفة وجد بعد الفلاحة وهو يعني يعمل في الأرض وجد قطعة نحاسية عملة قديمة. أحيانا تجد نحاسية فضية أي شيء وجدها في الأرض، فقام يا أخواني الكرام فورا بعملية بنفس المكان. أخي كريم بأرض الزراعية إذا وجدت عملات، تمام، عملة نحاسية ما في هذا المكان لا تبتعد عن هذا المكان أبدا، ظل احفر في هذا المكان، ابقى في نفس هذا المكان الذي وجدت فيه هذه العملات القديمة أو العملة الواحدة القديمة. فأحدهم فعل ذلك هو أن بعد حفر قليلا يعني ليس كثيرا وجد كنزا كبيرا، قد يكون نحاسي مع ذهب، قد يكون، المهم أنه هنا وجدت هذه القطعة، فتابع الموضوع في نفس المكان، وطبعا مع توسعة العمل فيه، ولعل وعسى الله سبحانه وتعالى يكون هناك بالفعل في المزيد من هذه العملات. أنت بتتابع الموضوع وأيضا تحفر وتلقى رزقك إن شاء الله، ورزق من عند الله سبحانه وتعالى. إذن العلامة اللي كانت معنا الآن هي علامة متابعة
العملات النقدية، أو حتى ممكن تلاقي أخي الكريم أشكال قديمة نادرة، قلادة قديمة ذهبية فضية نحاسية، شيء هي أرض زراعية تفلح. فمن أين أتى هذه العملات أتت؟ يعني يجب أن يكون لها أصل ووجود في هذا المكان. فنحن راح نتابع ونحفر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الله يسهل على الجميع. إذن كانت هذه إخواني الكرام معظم العلامات اللي بتكون في بستانك في أرضك، علامات الاستدلال على الكنز وكيف تكشفه بدون أجهزة، بدون ما تتكلف وتضع تكاليف. حتى يعني معظم الناس خاصة أصحاب الأراضي يعني لا، ما عندهم مساحة من الاستطاعة المادية يجيبوا أجهزة ويكشف في هذا الموضوع. على كل حال كنا قدمنا لكم في هذا الفيديو العلامات عن وجود الكنز في أرضك وكيف عملية المتابعة والاستدلال على مكان الكنز. نرجو أن نكون قد وفقنا بما قدمناه لكم. لا تنسوا دعمنا باللايك، اشتراك في القناة، المو مشترك اشترك معنا، وتفعيل زر الجرس، مشاركة يا أخواني، مشاهدة، حتى نقدم إن شاء الله المزيد والأفضل. تحياتنا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.